السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاصي اليوم إن شاء الله هو كيفية عمل فورم فاليداسيون بال PHP، يعني فورم التحقق من المعلومات بلغة ال PHP. أولا سأقوم بكتابة فورم خاصة بي، مثلا فورم ريبورت بوست أكسيون، مثلا هنا مثلا PHP. أولا سأقوم بقفل كتابة ثلاثة إنبوت لأن فقط لتعلم كيفية عمل التحقق فقط. إذا فقم بكتابة النو والإيميل ورقم الهاتف. إذا إنبوت تايب تكست ماي نو، وهنا سأقوم بكتابة بليس أوردر. ترون هنا لقد أنديفاين فاضل هذا المصاري. إذا لم يعرف هذا المتغير أنه لم أدخله بعد. إذا لحل هذه المشكلة فقط نضيف خاصية وهي ايرور وبوشينج كقيمة، نعطيها قيمة صفر. إذا سوف نحل هذا المشكل. إذا فقط هذا الايرور. إذا الآن سوف نقوم، إذا سوف أقول لا إله إلا الضغط على الزر تضع بوست فاليد. إذا سوف أقوم بعمل الأشياء التالية. إذا تضع مساج إلى الأنيم. إذا سأقول له إف تضع بوست نو، يعني إذا كان اسم فاعل إذا أو كان الاسم يحتوي على أرقام فهو خاطئ. إذا if is numeric numeric dollar post no، إذا dollar message equal unvalid. أيضا سأقوم else if إذا كان الإيميل خاطئ، وهذه هي الفانكشن التي نعمل بها هذه الخاصية. إذا if filter filter var هنا نكتب الإيميل الخاص بنا. إذا الإيميل هنا نقوم بكتابة
قاعد نتعب. فاز إذا قم بإعطاء هذه الرسالة. إذا قم على مساج قاعد يحصل على أرقام إذا فهو خاطئ. إذا إف اسم نمرك نمرك نضع بوست تل نضع صاج كتاب أنفاد تلفون هكذا. إذا الآن أيضا هنا إذا كان كل شيء على ما كما ترون الشعور بقطعة. إذا كنت بشكل بإدخال الاسم على شكل أرقام إذا سوف أحصل على الرسالة هنا أنفاليد نو. إذا قمت بإدخال النو هنا هو وهنا قمت بإدخال الخاطئ هنا رقم الهاتف هنا سيقول لي أنفاليد تليفون. إذا الآن هنا توجد المشكلة إذن الآن عند إدخال الاسم كما هو والإيميل ليس هو هكذا. إذن هنا يقول لي أنفاليد إيميل يعني إيميل فهو خاطئ. إذن إذا كنت إدخال الإيميل الخاص صحيح@gmail.com وهنا كنت إدخال الهاتف ليس صحيح إذن سيقول لي أنفاليد تليفون. الآن إذا كنت إدخال المعلومات كلها صحيحة إذن هنا سأقوم بإدخال مثلا هنا إيميل أمامي أرواز بجمال قوم وهنا رقم الهاتف صحيح أيضا هكذا. إذا سوف يعطيني ساكسس. إذا كان هذا الدرس هو لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا مشاركتكم بالقناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.